أوجب الشكر لسعادة رئيس الجامعة وسعادة وكيل الجامعة الشؤون التعليمية وعمادة شؤون الطلاب، وذلك لدعمهم هذه المبادرة النيرة. وهذه إحدى المبادرات كلية الصيدلة التي تتحدث عن مضادات الحيوية وأهميتها وتقنين استخدامها في المجتمع، وهذا إن دل يدل على وعي الجامعة ورفع كفاءة المجتمع ودور الجامعة المهم المنوط بهذا الشأن. أحد أقسام المعرض تكلمنا عن الحمل والرضاعة والمضادات الحيوية. ضروري جدا لأي مرأة حامل أو مرضع تستشير الطبيب قبل استخدام أي مضاد حيوي، لأن هناك بعض المضادات الحيوية ممكن تسبب تشوهات للجنين لا سمح الله. للأمانة مشاعري اليوم كثيرة ومختلطة ولا يمكن وصفها بالقليل المختصر، فلا يخفى على الجميع أهمية المضادات الحيوية واستخدامها ومنع مقاومة المضادات الحيوية، فمناعتنا هي من تعزيز مناعة المجتمع. يحتوي المعرض على عدة أقسام، ومن ضمن هذه الأقسام قسم مقاومة المضادات الحيوية، والتي تحدث نتيجة عدم التزام المريض